عاجل جدا، غواصة فتاكة متقدمة قادمة للجيش المصري، وضربة قوية من الداخلية المصرية تزلزل بها مصر. قضية هددت الشرطة المصرية، تابعوا عشان الخبر ده في منتهى الأهمية. وعاجل ننشر لكم إنشاء مصر مصنع ضخم للسكك الحديدية، تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل. وخبر تاني معانا وفيديو مروع ننشر لكم، صدمة حدثت في مرسى مطروح. وخبر تاني من الرئيس السيسي بيوجه رسالة عاجلة لدولة عربية شقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي حبايبي متابعين قناة مصر ميديا اي اي بي الإخبارية. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد، سمعونا الصلاة على سيدنا النبي. عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا جماعة الخير. قبل ما نبدأ اشترك في القناة، الاشتراك في القناة مهم جدا جدا، من الزرار الأحمر أسفل الفيديو والضغط على زرار اللايك في منتهى الأهمية. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر بس هو اللي يكتب في التعليقات تحت تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 300 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا رجالة وقدها وما تدوش فرصة للإخوان إنها تعلق على الفيديو. تعالوا نشوف على طول التفاصيل ونخش فيها. تفاصيل اول خبر عاجل جدا، غواصة فتاكة متقدمة قادمة للجيش المصري. اعلنت وسائل اعلام المانية انتهاء شركة تيسين كروب للانظمة البحرية تي كي ام اس من بناء الغواصة المصرية الرابعة S-44 من فئة تايب 209 1400 مود. ووفقا لوسائل الاعلام فانه من المقرر أن تتم عملية تدشين وانزال الغواصة الى الماء خلال الايام القادمة، وسيعقبها إجراء تجارب الإبحار وتدريب الطاقم على أن يتم تسليمها إلى القوات البحرية المصرية بحلول ربيع عام 2021. وتعاقدت القوات البحرية المصرية للحصول على 4 غواصات ألمانية من هذه الفئة، حيث تم تدشين الغواصة الأولى والتي حملت اسم S-41 بتاريخ 10 ديسمبر عام 2015 بأحواض مدينة كيل الألمانية، وتم تسليمها ورفع العلم المصري عليها مع تدشين الغواصة الثانية S-42 بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016، كما تم تدشين الغواصة الثالثة S-43 في 3 مايو 2019، وستحمل الغواصة الرابعة اسم S-44 ويتم تدشينها حاليا عام 2021. ناخد بالنا هنا من الصفقة انها بدأت ديسمبر 2015، وسيتم تسليم اخر غواصة في اوائل عام 2021. يعني الصفقة اخذت 6 سنين من اجراءات وتسليم. وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى ابحار يصل الى 20,000 كيلومتر، سرعة ابحار عالية، ولها القدرة على اطلاق التوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها باحدث المنظومات القتالية والانظمة الملاحية وانظمة الاتصالات والحرب الالكترونية، بما يمكنها من تأمين المياه الاقليمية والاقتصادية والمصرية وتعزيز الامن القومي المصري. المصدر كان من وكالات، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا في مصر. طبعا شيء جميل ان احنا يعني نحصل على احدث الاسلحة والغواصات، ده شيء جميل جدا، وتحيا مصر ويحيا الجيش المصري. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا، وضربة قوية من الداخلية المصرية تزلزل بها مصر. قضية هددت الشرطة المصرية. قتلت الشرطة المصرية محمد مصطفى لاشين الشهير بلانشون إثر مطاردة واشتباك بقرية هلال التابعة لمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية. وجاءت العملية بعد أشهر من البحث والتحريات ضد المتهم الذي هدد رجال الشرطة عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت مصادر أمنية إن لانشون متهم بالتعدي على قوات الأمن وإطلاق أعيرة نارية وإتلاف سيارة شرطة. وكان لانشون ظهر في فيديوهات على صفحته يهدد فيها مدير أمن المنوفية وقيادات في الشرطة. المصدر كان من RT. طبعا مجرم خطير زي ده نال عقابه، وهو تم قتله من قبل الشرطة المصرية ويستحق هذا الأمر، لأن يعني يعتبر من أكبر المجرمين في بركة السبع. تعالوا نشوف
يعني آخر ما توصلت إليه الداخلية المصرية من إنجازات وضربات قوية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 116 قطعة سلاح ناري و140 قضية مخدرات، وتنفيذ 72879 حكما قضائيا متنوعا. قالت الداخلية في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجية على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 116 سلاحا ناريا مع 91 متهما، ونفذت 72879 حكما، وضبطت 140 قضية مخدرات. المصدر كان من المصري اليوم. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل، وتعالوا نشوف برضو خبر مهم جدا من الداخلية المصرية. ووافق وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق على تجنيس 44 مواطنا مصريا بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظ 22 منهم بالجنسية المصرية وإسقاطها عنهم. ونشر القرار في الجريدة الرسمية موقعا من مساعد وزير الداخلية والمفوض من الوزير لاتخاذ هذا القرار. كما نشرت الجريدة الرسمية بيانا بأسماء طالبي الحصول على الجنسية المصرية وعددهم 22 طالبا، كذلك بيان بأسماء الراغبين في التجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وتنوعت طلبات التجنيس بالجنسية الأجنبية ما بين مطالبي التجنيس بالجنسية السودانية وآخرين بالجزائرية والبحرينية المغربية، بجانب طلبات التجنيس بالجنسيات الأوروبية والأسترالية والأمريكية. مصدر كامل المصري اليوم. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا معاكم، ودي كانت أخبار مهمة من وزارة الداخلية حبينا ان احنا ننشرها لحضراتكم لتعم الفائدة. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا وعاجل ننشر لكم، إنشاء مصر مصنع ضخم للسكك الحديدية. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر المهم جدا معانا. بحث وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مشروع إنشاء أول مصنع للسكك الحديدية في مصر. ووفقا لصحيفة أخبار اليوم الحكومية، فإن المصنع هدفه توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، حيث استعرض الوزيران الخطوات التنفيذية المقترحة لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل ووحدات متحركة للسكك الحديدية والمترو والمونوريل بشرق بورسعيد، وكذلك الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع للدراسات الاقتصادية وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الإنتاجية والتسويقية له. وسيتم تأسيس الشركة التي ستنشئ وتدير المصنع، وهي ستتكون من الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بشراكة كل من القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. وتستهدف الشركة توطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محليا وإقليميا. وسيكون هذا المصنع نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، كما يصب نموذجا رائدا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الإفريقية والعربية. هو يصنع قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها. المصدر كان من RT. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف خبر سريع تاني معانا. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وقال الرئيس السيسي في البرقية بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة: يطيب لي أن أبعث إلى سموكم بخالص التهاني القلبية والأمنيات الأخوية. وتابع: أغتنم هذه المناسبة كي أعرب عن تطلعي بأن تشهد علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين بلدينا الشقيقين مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتنا العربية والإسلامية.
تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. المصدر كان من RT. منتظر رأي حضراتكم في التعليقات تحت أسفل الفيديو عن هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف خبر تاني سريع ولكن مؤسف. نشر موقع صحيفة الأهرام المصرية مقطع فيديو يظهر سقوط لعبة صاروخ وعلى متنها أشخاص في مدينة ترفيهية بمنطقة مطروح بمصر، وأدى سقوط اللعبة إلى إصابة 10 أشخاص منهم 6 أطفال، حيث تسبب الفيديو في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح وجيه عبد الرازق مجلس المدينة بتنظيم حملة تفتيش على أماكن الألعاب الترفيهية وملاهي الأطفال، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز ملاهي ترفيهية في مناطق باب البحر وكورنيش المدينة بعد أن تبين انتهاء تراخيصها. وقال المسؤول المصري في تصريحات له تقرر إغلاق ملاهي البوسيت بعد واقعة الإهمال التي حدثت للحفاظ على أرواح المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.